ادفع الباب، اضف الماء، افتح المجال. انتظر، هل تعرفون اين توضع الهمزات في تلك الكلمات؟ كلمة ادفع تكتب بهمزة ام بدونها؟ ما في همزة. من غير؟ فيها همزة. من دون همزة؟ الصواب بدونها. همزة ادفع هي همزة وصل، بمعنى انها تسقط عند الكتابة وتظهر بصورة الف بدون همزة. ماذا عن افسح؟ بهمزة. لا، بدون. افسح من غير. الصواب بدونها، فهي همزة وصل أيضا. وكلمتي الابتدائية والإعدادية اثنينها فيهم همزة. الابتدائية من غير همزة. الإعدادية بهمزة. مش عارف. تكتب الابتدائية بدون همزة فهي همزة وصل، أما الإعدادية فتكتب بها لأنها همزة قطع. لنراجع معا قاعدتي همزة القطع والوصل. همزة الوصل لا تنطق عند وصل الكلمة بما قبلها ولا تظهر كتابة، أما همزة القطع تثبت في جميع الأحوال ابتداء ووصلا وتظهر كتابة أيضا. فهل هناك حيلة بسيطة لمعرفة همزة القطع من الوصل؟ بتحط واو قبل الكلمة، وإذا الألف الهمزة النطق ذن في همزة، إذا ما في ما في. صحيح، ففي مثال ابتدأ وأعد يمكنك وصلهما بحرف الواو فتصبحان وابتدأ وأعد. هل لاحظتم كيف سقطت في ابتدأ وثبتت في الأخرى؟